فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل مصاب بمرض العنجز ويستخدم مرهم للعلاج لعلاج المرض، وهذا المرهم له طبقة تمنع وصول الماء إلى الجسم، فما الحكم؟ وإذا كان الماء يؤثر على المرض فهل يجوز التيمم؟ نعم، إذا كان الماء يؤثر على المرض فإنه يتيمم حتى يزول هذا المرض. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على جنب أو جاء أحد منكم من الغائط. المرضى إذا احتاجوا للتيمم يتيممون ولا يستعملون الماء لا في الوضوء ولا في الاغتسال حتى يزول المرض. والمرهم ما أظن أنه يمنع الماء، حتى ولو كان له طبقة ما يمنع الماء، ما هو بيجمد. اللي يمنع الماء الذي يتجمد وييبس، أما المرهم فهو شيء لا يتجمد ولا ييبس، ينفذ الماء معه، يدخل الماء معه إلى الجلد. نعم.